استقلت، عارف ان سألت حضرتك السؤال ده على التليفون وقت الاستقالة، لكن احب اسأله تاني ربما لمعلومات ادق عن سبب الاستقالة. والله يا استاذ هاني انا بشتغل الشغلانة دي بعشق وبحب كبير، وحضرتك العائد اللي بيجي منها يعني عائد مع انتقالاتك مش هو اللي تقدر تعتمد عليه في ان حضرتك في معيشتك، فعارف حاجة بتحبها، فما اشتغلت الحاجة اللي بتحبها وعلى مدار 11 سنة لقيت بقى حضرتك وصلنا لمرحلة فيها كثير من التجاوزات. بس هي طول عمرها فيها كثير من التجاوزات، او ممكن تقول اخر 3 سنين كلها مليئة بكثير من التجاوزات. حضرتك اما تلاقي مضايقات حصلت جوه ومضايقات كمان من بره، فانت ايه اللي يخليك تتمسك بهوايتك؟ اي حد بيحب اكلة كويسة وراح مكان ما وطلبها عشان تنزله ما لقاهاش بتحقق له الطعم اللي هو بيفضله، اعتقد مش هيكمل اكل. صح، ده الكونسبت الرئيسي من استقالتي بكل صراحة. لو كان الكابتن عصام عبد الفتاح استمر كنت هتستمر ولا كنت هتستقيل برضو؟ لا كنت هستقيل، لان برضو؟ الجو لان انا قعدت مع يعني هقول لحضرتك على حاجة، انا قعدت مع الكابتن عصام قبل كده وقلت له الجو المشحون ده انا يعني مضغوط وعملية الابداع، انت لو شفت حضرتك احنا في 9 شهور عملنا ايه؟ موضوع كبير. 9 شهور عايز اسمع عملتوا ايه في 9 شهور بالظبط. انا اما قلت لحضرتك المعوقات، ايوه، كان المفروض ان احنا بنلاقي المعوقات دي قدامنا، المفروض يبقى عندنا تحدي، ايوه، مش نقف مكتوفين الايد. ازاي نعالج او نذلل المعوقات دي؟ بالظبط. عالجتوها؟ عملتوا ايه؟ اصل اساسا يا فندم الفار ده موروث، احنا بقالنا 3 سنين. مظبوط. تخيل كابتن جمال غندور جه 6 شهور، كان الراجل بيشتغل 30 يوم الاولين عشان يمنح الناس رخص عشان تبدا التقنيه. التقنيه دي حضرتك اما ادى الناس رخص المفروض بعد الرخص الشهر اللي تعبنا فيه نشتغل يا فندم اوف لاين 3 شهور. ده حد ادنى. يعني ايه اوف لاين؟ يعني بيبقى في غرفه فيديو ومتصله بحكم المباراه لكن ما بتقولوش حاجه، ما فيش كوميونيكيشن بين الفار وبين الحكم، ونيجي بقى نقيم ايه الحالات اللي وقف عندها الفار، ايه الحالات اللي رجعها، مظبوط، عمل اجراءاته مظبوط، وندي بقى تقييم نقول. دي بتعملوها بشكل دوري؟ احنا عملناها بعد كده. فلما الكابتن جمال مشى اجى الكابتن وجيه سنه ونص، ومعاه الدكتور عزب حجاج. السنه ونص اللي يعني كورونا، مفيش تجمعات، تمام، الحل الوحيد اونلاين، وده عمله الكابتن وجيه، ثم عملنا مسحه طبيه وعيشنا في بالونه طبيه اكثر من معسكر، وجبنا الكابتن علي الطريفي، تمام، جينا للكابتن عصام 9 شهور. الكابتن الموروث لسه مش جود كواليتي، مش جوده مش قوية. جوده عاليه تقدر تعتمد عليه. فجيت كابتن عصام، والحقيقه لازم انا اسجل حاجه للتاريخ، طبعا. كابتن عصام من التوب 10 في العالم، من احسن 20 محاضر في الفيفا، هذا الرجل يشرفنا جميعا في لجنه حكام ان احنا الفريق العمل ده اللي موجود تتلمذ على يدي. اول ما ندخل الفيديو تيست مصر، اول ما ندخل تقييم الحكام بالامتحانات، اول ما ندخل الاعتبارات في كره القدم. الايه؟ الاعتبارات. يعني ايه الاعتبارات؟ انت عارف الالتحام عندنا عشان نعلم الحكم، الالتحام ده بينقسم الى كذا قسم. ايوه. في التحام طبيعي اللي هو تنافس عادل. ايوه. وفي سلايت كونتاكت، التحام خفيف، تلامس خفيف يعني. برافو عليك. وايه حتى في الفيفا يقول لك كونتاكت بارت فروم ذا فوتبول، جزء من كره القدم، الاحتكاك جزء من كره القدم، فما تقدرش تعمله كمخالفه. مظبوط. ثم بتخش على شده المخالفه اللي هي السيفيريتي بقى، تمام، اخد بقى حضرتك. فهو اللي حط الاعتبارات دي نقلها من الفيفا، ما كانتش موجوده. وكان يعني ايه ما كانتش موجوده؟ يعني بمعنى ايه ما كانتش موجوده؟ كان القانون اتغير من اذا راى الحكم اذا كان في تقدير الحكم. فما حصلت الازمه في ايطاليا بتاع الرشوه دي سنه 90، ابتدى القانون يقيدك، يحط لك اعتبار. الاعتبار هو المقدار الذي يحدد المخالفه.
في مخالفة بإهمال ما عليهاش إنذار، أيوه، مخالفة بتهور عليها إنذار، مخالفة باستخدام قوة زايدة، دي كارت أحمر. أيوه. مش هنشغل المشاهدين، إيه اللي عملناه عشان نواجه؟ كلمة دخلت الاعتبارات، دخل الاعتبارات يعني ما قبل التسع شهور كان إيه اللي بيحصل؟ مش التسع شهور، أنا بتكلم إن جنرال كابتن عصام منذ قدومه في 2012 أيوه. رئيسا لجنة الحكام، كان هذا التعديلات في القانون أول من أدخلها، أيوه، وأول من عمل فيديو تيست للحكام، وأول من عمل الترافية دي اللي هي الأسئلة وحضرتك تختار، أيوة، إجابة من الأربعة، الترافية. فالمهم إيه، متداول في التحكيم مفهوم. عندنا الترافية مفهوم. ففي خلال تسعة شهور ما الراجل جيبها ده المسيرة بتاعت الكابتن عصام، أكبر وأفضل من رأس لجنة الحكام في مصر. تسعة شهور